يا
السبيل وقد شطت بنا الدار أم كيف أصبر والأحباب قد ساروا ومجلس الأنس أضحى بعد ساكنه ومجلس الأنس أضحى بعد ساكنه مستوحشا حين غابت عنه والشمل مجتمع والعيش مدرار من بعد صحبتنا أضحت منازلنا من بعد صحبتنا شطت بنا الدار ليت الغراب الذي نادى بفرقتنا عار من الريش لا تغوي الأوكار ليت الغراب الذي نادى بفرقتنا عار من الريش لا تغوي أوكار حياك الصمد رب العرش يا زين حياك الصمد رب العرش يا صورك فخر الإنس والجان والحق صورك فخر الإنس والجان بيك الماء آمن ما إلى إيمان بيك الماء آمن ما إلى إيمان والطاع لك طاع الباري الكوني يا أحمد يا أحمد يا محمد يا ابو العين حياك الصمد
بارك ويجمال الحور بارك وجمالك ويجمال الحور لجلك لجلك هاي الاكوان وفلك هيدور لجلك هاي الاكوان وفلك هيدور وانت الوجه كل مرسل يا طه عين يا احمد يا احمد يا محمد يا هو العين حياك الصمد رب العرش يا زين حياك الصمد رب العرش يا زين يا محمد يا هو العين وجعلنا بالصلاة على نبيك من الفائزين ولحظه من الوالمين الشاربين ولبيته من الزائرين ولشفاعته من النائمين وتحت لوائه من المحشورين أوصل الله ما قرأنا ببركة نور ما تلونا هدية واصلة وتحفة كاملة قدموا على حضرة النبي الحبيب المحبوب سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ودرح أخواني من أبي وصديقي والشهداء والصالحين خصوصا إلى من كان سببا في اجتماعنا ربنا تقبل منا بالنبي محمد وآله وبثواب سر سورة الفاتحة.